مدافع دافع وباك ليفت، وكابتن شريف عبد الفضيل كان لعبنا قبل كده هاف رايت وهاف ليفت، ف وبعد الظهر مهاجم. ما شاء الله تلعب باك ليفت وتلعب مساك، صح كده؟ تلعب وينج ليفت وينج رايت. اللي بتاع كابتن شريف وكابتن محمد سعد. بتبقى حاجه ميزه لما اللعيب بيلعب في كذا مركز؟ اه طبعا، يعني الحمد لله انا اول سنه ليا كانت مع كابتن محمد سعد وكابتن شريف عبد الفضيل. كان اول ماتش ليا كان زمالك، كان زمالك هناك في ميت عقبه، فبدايه الماتش كانت تلعب الشوط الاول مباراه ليك مع النادي الاهلي. اه كان الاهلي وزمالك. بدايه الماتش هاف رايت، وبعد شويه رحت هاف ليفت، وبعد كده الشوط الثاني كان شرقيه اتصاب، رجعت مساك تاني مكانه، قعدت بقى مساك شويه، وبعد كده باك ليفت وهاف تاني، وكانت ماشيه كده ماتش ماتش على حسب. بتبقى حاجه كويسه ان اللعيب بيتحفظ كذا مركز عشان لما تطلع الدرجه الاولى المدرب طلبك هنا 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 تقدر تأدي. اه الحمد لله، يعني الحمد لله الواحد عنده مرونه في الحته دي، فبيقدر اللي هو يلعب في كذا مركز. دي حاجه كويسه الحمد لله، الواحد بيكون فاهم امكانيات المركز ده محتاجه ايه، فبحاول ان انا اعمل امكانيات ما اعملش ازيد ولا اقل، لان في الاول وفي الاخر انا بلعب في حته مش حتتي، فما كويس. بحاولش ان انا ازود فيها. بقالك كام سنه في الاهلي؟ انا 5 سنين. 5 سنين. المدربين اللي عدوا عليك في ال5 سنين؟ كابتن محمد سعد، كابتن شرف عبد الفضيل ده اول سنه. تاني سنه انت جيت عن طريق الاختبارات اسلام؟ اختبارات 2019. كان كابتن محمد سعد وكابتن شرف عبد الفضيل كانوا هم اللي لهم الفضل بعد ربنا طبعا، وكان ماسك قطاع الناشئين كان كابتن فتحي مبروك، اتذكر كويس، وبعد كده كان كابتن شرف وكابتن اسحاق، وجي بعدها كابتن سيد غريب وكابتن ميدو ماهر، وكابتن شريف برضه كان كمل سنه كابتن شرف شويه. كابتن شريف يعني اخويا الكبير وابويا طبعا، وكل المدربين بصراحه. وبعد كده جه كابتن شرف تاني، مسكنا السنه اللي فاتت وكمل السنه دي، ربنا كرمه وراح مسك درجه اولى. فكابتن احمد عبد الظاهر كمل معانا، وكابتن احمد جلال وكابتن خالد عثمان مدرب حراس، ودكتور علاء، والجهاز كله بصراحه يعني ما شاء الله الجهاز كله تعبان معانا وعامل معانا مجهود جامد. ما شاء الله ذعنا مباراه الاهلي وبيراميدز، وانت كنت تلعب في المباراه ايه؟ تلعب مساك، تلعب مدافع. في المباراه دي احرزت 3 اهداف. والله الحمد لله، يعني وفضل لو معانا الاهداف ما تفرجنا كده يا سمير واحنا بنتكلم مع اسلام، واحد من العناصر المميزه وكمان اتأيد في القائمه الافريقيه للنادي الاهلي اهداف، عشان الناس تشوف ان احنا عندنا مدافع لكن يعني برضو عنده مهارات المهاجم وبيسجل من انصاف الفرص. والله الحمد لله، يعني ده بعد مجهود طبعا، مجهود ربنا عوضني بيه بعد مجهود كبير طبعا، وكرم ربنا وكرم زمايلي وكابتن احمد طبعا بنتمرن على الحاجات دي. فمش انا اللي جايب الهاتريك لوحده بصراحه، زمايلي ساعدوني كتير، يعني التحركات والكلام ده. طبعا يعني يا كابتن انت حضرتك كنت موجود جوه النادي الاهلي، انت عارف يعني ايه جوه النادي الاهلي ده، احنا اتعلمنا حاجات ما اتعلمناهاش بره. سواء بقى اهم حاجه روح النادي، يعني روحنا مع بعض كده، احنا تيم مع بعض، ما حدش بيخدم نفسه. دي حاجه كويسه، فمحدش هيتعلم الحاجه دي بره. فالحمد لله نعمه النادي.